فهد المالكي في سوق واقف. تفضل يا فهد. اهلا بندر، تحيه لك ولضيفك الكرام ومشاهدين ومتابعين القنوات الرياضيه السعوديه. اكيد سوق واقف اللي دائما الصخب موجود فيه طول اليوم، واحنا موجودين اكيد في هذا المكان مع كثير من المشجعين. وخليني نقول اذا كان في نجوم في المستطيل الاخضر، ترى في نجوم ايضا خارج المستطيل الاخضر اشتهروا خلال مونديال كاس العالم، ضمنهم صراحه الشاب السعودي عبد الله العياده، اللي اتوقع يا بندر بتشوف شكله وبتعرف اشتهر في ايش. تفضل عبد الله، حياك الله. ومسهلا يا هلا. مش الكلمه اللي انت مشتهر فيها واللزمه؟ وريز ميسي. طيب عبد الله، خلينا نقول انا وانا داخل صراحه تفاجات ان الجماهير الارجنتينيه مجتمعين عليك، وش يقولون لك؟ بالعكس، شوف اللهم لك الحمد والشكر. اول شيء امسي عليك وعلى الساده المشاهدين والضيوف الكرام. احنا طلعنا بحاجه هم عقليتهم الكرويه ناضجه نوعا ما. احنا عارفين لما احنا نطقطق في الكوره، بس احنا ما نتعدى على الاشخاص. فهم يحبوني ويصورون معاي كثير، يصورون فيديوهات انا وياهم. فالحمد لله، يعني احنا نتكلم في كره القدم فقط لا غير. توقعت بعد لما سالت المذيع انه وير از ميسي، توقعت انه ينتشر وتتناقل كثير من وسائل الاعلام العالميه؟ والله ما كنت متوقع للامانه، ولكن ان اللقطه حازت على اعجاب العالم كله، فاستغلينا الموضوع انه خلاص الحين جاء الوقت اللي احنا نوري العالم من حنا الشعب السعودي، لانه كل الافكار الماخوذه عننا ممكن انها تكون سلبيه نوعا ما، غير انه في بعض الناس ان شاء الله انها ايجابيه نقول، ورغم ان بعض الناس ما يعرفوننا. فهذه فرصه احنا نوري العالم اننا احنا شعب يحب الكوره وشعب يعرف يعني يشجع مثلك مثله، سواء اللاتينيين الاوروبيين وايا كان. بالعكس انا والله، انت اتوقع انك شايف انت صح. هنا العالم كله تغيرت نظرتهم صراحه. انتم كثير من المشجعين السعوديين اللي نشكرهم سووا جو في المونديال، ويعني شفنا تشجيع بشكل مختلف في كاس العالم، وكان يعني بشكل مؤدب. اي نعم، انا بقول لك حاجه، احنا الحين خلاص انا عن نفسي انا حامل على عاتقي مسؤوليه انه الناس اللي اقابلهم ما يعرفون السعوديه، انا اوريهم تعالوا احنا عندنا السعوديه، عندنا موسم الرياض، عندنا كذا، عندنا كذا، عندنا كذا، عندنا جماهير بعد. بالضبط. فيعني خلاص انا الجو هنا علشان كاس العالم، ليش ما يجون عندنا عشان موسم الرياض؟ نحببهم ونوريهم، فيقولون اوكي أو صار عندكم كذا ومستحيل. لا اقول عندنا تعالوا شوفوا. اقسم بالله العظيم كثير انهم بين المباريات انهم يروحون للرياض. انا ما اقول اني انا السبب، ولكن اتمنى اني اكون جزء من هذا السبب. طيب بس الكويريز ميسي الحين. والله شوف انا بقول لك حاجه، يمكن يسمعون الموجودين، احنا ولدنا على مونديال 94 وهدف سعيد العويران، وازعجونا فيه لانه جاء الوقت اللي احنا جيلنا يقول ويرز ميسي. هذا الوقت اللي ولا 20 سنه الى 60 سنه اكبر فوز تاريخي للمنتخب السعودي في كاس العالم عربي، وليس بس عشان المنتخب السعودي. جاء الوقت اللي احنا نوثقه كجماهير. شوف اللاعبين ما قصروا وثقوه على ارض الملعب، جاء الوقت اللي احنا نوثقه خارج الملعب. فاتوقع انه خلاص كل الاحترام والتقدير للاساطير ونجوم 94. اي نعم، ويحق ايضا للجيل هذا نفتخر بالنجوم اللي نعم. حققوا ايضا الانجاز بالانتصار على الارجنتين، وكنا نتمنى ان الانجاز يكتمل نطلع الدور 16. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا حبيبي، وتحيه طيبه لك والساده المشاهدين وضيوفك الكرام. شكرا يعطيك العافيه. الشاب السعودي عبد الله العياده اللي برجع لك دقيقه، عبد الله العياده يا بندر هو اللي اشتهر وتناقلت صراحه مقاطع كثير من وسائل الاعلام العالميه. تفضل بندر. فهد انا كان ودي انك تساله، يعني توجه له نفس السؤال، يعني وير از ميسي ناو؟ عبد الله انا سالته بس الشباب ترى يصرفون الموضوع، ميسي ما شاء الله طالع الدور الثمانية. هذه المشكله ان احنا جالسين نطقطق وانتهت الطقطقه والافراح، توقفت مسيره المنتخب وميسي ما شاء الله تبارك الله الان خلينا نقول الأفضلية اللي موجودة عندنا كسعوديين هو الانتصار التاريخي على المنتخب الأرجنتيني. صحيح، هو ما في شك انتصار تاريخي، ويسجل المنتخب السعودي في مونديال كأس العالم كأفضل انتصار تاريخي عربي. لكن احنا نتكلم عن أيضا بالفعل، يعني ميسي الآن في دور الثمانية يتطلع لمواجهة المنتخب الهولندي، تجاوز المنتخب الهولندي، ومن ثم بعد ذلك سيواجه المنتخب البرازيلي. في حال تأهل البرازيل يعني بيصير دور الأربعة أو دور نصف النهائي بين الأرجنتين والبرازيل نهائي نار نار نار. شكرا يا فهد، يعطيك العافية. شكرا لك، شكرا لك على كل هذا الجهد.